خلاص واحد خلاص لا خلاص 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 ليش كان عندهم التسجيل؟ تبع من انت؟ انا طبيعة وكيل الشيخ حمد بن مبارك الصباح. وكيله قالك يشيل الرمس وخرب الارض كلها؟ والله انا ما انا عامل عاجل يا ما زين شوف انا يدي هي صار مامور بس انت تبع الشيخ حمد؟ عامل هذا الكتاب تابع هو المدعو كمال محمد عثمان سوداني جنسية وبعدين تعرض له يعني الشيخ حمد داز قالك شيل الرمس هذا كله؟ لا الوكيل حقه. من الوكيل حقه؟ عبد الله محمد مشعل البراك. منو؟ عبد الله محمد مشعل البراك. يدري فيه الشيخ حمد؟ اي نعم يدري انكم تشيلون الرمس من الارض كلها؟ ما ادري انا خشبيتك مع المعزب. مع المعزب شلون؟ على جال مش عرفني ان هذا اسمك. عرفنا انك كمال محمد. والله اسمي هذا. اديك الورقه حقت الجواز والصوره. ما عليه. ما عليه ما عليه تمام. ورقه الجواز هذه. هذا واذا مسكها واحد ها حرامه وخالفوه وبهذلوه. شوف اكبرها زمانها بهذل الدنيا. كمال محمد عثمان يوسف. وين؟ هذا الجواز واسمك كمال محمد عثمان يوسف. اي نعم. يعني انت الحين هذا يا جماعه شوفوا مسكرين علينا الديره مسكرين الديره كلها محميات والارض الباقيه شوف الارض الباقيه ايش مسوين فيها. هذه الارض الباقيه شوفون يا شباب شوفون ويقولون البيئه والبيئه والبيئه والبيئه. شوف هذا تبع الشيخ حمد مبارك الصباح شوف شو مسوي. هذا الشيخ مبارك حمد الصباح شوفون شو مسوي يا جماعه. جاكم تصوير كامل صحيح؟ هذا طال عمرك شوفوا شوفوا يا اهل البيئه شوفوا عشان تعرفون من تحاسبون. شوفون شوفون هذول تبع الشيخ حمد مبارك محمد مبارك الصباح سكروا علينا الديره كلها محميات واللي بقى من عنده شالوا رمث من عنده كله. تعال جرب شو اكبرها اسمها؟ هذا الشيخ حمد مبارك الصباح. احنا اذا شلنا عود قربت الدنيا غرامه 1000 دينار وغرامه ما ادري شو على السياره. هذا صبيانكم؟ هذا تبعكم ها؟ هذا الشيخ حمد يعني ما ادري الديره يعني ما ادري يعني من اللي عيش فيها بالضبط.